కామ్యపూర్ పునఃపర ఉపలిపరాశ్వరీరో ఆత్మ
وَيُصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا آمَنُّوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى الْقَوْمِ يَا قَوْمِ قَالُوا يَا قَوْمِ مَنْ يَا قَوْمِ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يا قوم انا اجيب داعي ربنا الى الله واعملوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم من لا يجيب داعي الله فليس بمعجزه في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ مِمَّا يَتَعَلَّمُ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرونها يوعدون يوم يلبثون إلى ساعة من نار بلاهم فأنيقوا إلى القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنذروا على محمد وهو الحق من ربهم فكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضل الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فمرهم رقاب حتى إذا كنتم تصدوا الوفاة فإنما من بعض بينات داء حتى طلع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فمنهم إلا أعمال سيعدهم ويسلموا بالا ويدخلون الجنة عارا أفعالهم يا أيها الذين آمنوا فانصرون الله منصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس عنهم بعض الأعمال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم قالوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الذين تحت الأنهار الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما يأكل
nên hoàn toàn đã được quá nhiều và phải nhìn thấy những gì đã xảy ra qua từng bài viết của các lớp đi học ra được thì cả hai lớp kia và đã là sự ra được mà không nên cả hai đã bày ra những gì đã từng phát hiện những điều sự hoa này là cả bao và mà từ trên đó từ lớp đi học ra được cả hai lớp kia ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكفار ورأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة ولو وقول معروف فإذا أدم أمر قوله صدق الله كان خيرا لكم هل عسيتم إن توليتم أنتم تفسدوا في الأرض وتقتلوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم فأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن قرآنا أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى شيطان سوى صور لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كفروا أنزل الله سنقيئكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفيتم الملائكة تضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتقوا ما أتقوا الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لرأيناهم فلا نتهم بسيمان ولا تعرفنهم قيلان قول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم الجاهلين منكم الصابرين أبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فاستشهدوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيهلك أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فيما ماتوهم كفار وإن غفر الله لهم فلا تهنوا وتعلموا إلى مثل عنكم أعلمنا الله معكم وإن يكفر لكم أعمالكم إنكم وما الحياة الدنيا لعنه والعرض إن أنتم كنتم وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم سألتموها فيحبكم
بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching this video. Thank you.